اهلا بيكم معانا في حلقه جديده. الحقيقه قبل ما ابتدي انا حابه ان انا انعي عائله الراحل الاعلامي القدير الاستاذ وائل الابراشي، ربنا يصبر اهله. والحقيقه كانت صدمه كبيره جدا على الجميع، والموضوع جه فجاه طبعا، وربنا يصبرهم ويصبر الجميع. بجد فقدان كتير جدا حزنانين عليه، وحزينه للاسف الحاجات اللي بتتنشر يعني بعد رحيل حد. لازم دايما نفتكر له الحاجة الكويسة والحاجة المميز بيها، مش نفتكر الحاجات اللي الإنسان غلط فيها مثلا، أو تسببت لكلام أو مشاكل. دايما الراحل لازم نفتكره بالكلام الكويس. فأنا حزينة جدا لبعض الفيديوهات اللي نزلت اللي بتظهر الحاجات دي. أنا مش عايزة أذكر إيه بالظبط، ولكن عيب جدا، يعني عيب جدا للاسف ان احنا نبين اي عيوب لاي راحل. لازم دايما نذكره بالخير. بجد الدنيا دي فانيه وفي لحظه. انا مش عارفه الناس عايشه كان الدنيا دي مكمله معاها، كانها مفيش اخره، كان انا مش عارفه بجد، يعني مستغربه جدا. احنا عايشين يا جماعه، وفي اي لحظه اي حد بيروح. لسه مفيش زميله رايحه النهارده، توفت النهارده الصبح في حادثه. فالموضوع كبير، واحنا لازم نعيش نحافظ على كلمتنا، لساننا، على الكلام اللي بنقوله لحوالينا. نكون يا ريت بنفتكر دايما كل خير، ونقول كل حاجه تكون فعلا بتزود من حسناتنا واعمالنا في الدنيا دي، مش ان احنا بنهت في اللي حوالينا وخلاص. طيب الحقيقه احنا النهارده عندنا فقرات ان شاء الله يا رب تعجبكم باذن الله. في الفقره الجايه طبعا انتوا عارفين السبع خطوات قد ايه اساسيه في البرنامج، وقد ايه بقالي سنين بحاول ان الناس الحمد لله تمشي على النهج ده، على لايف ستايل تساعد ان الواحد يخس، وفي نفس الوقت صحيا الواحد يكون في حاله افضل. فان شاء الله الفقره اللي جايه هيكون معايا حد خس، وفي نفس الوقت هنعرض لكم ان شاء الله فيديو عن ناس كتيره جدا كانت معانا وخست. هنقدر نشوف الفيديو ده بتفاصيله ان شاء الله. كان نفسنا الحقيقه ان احنا نعرض كل الناس اللي جت، ولكن على قد ما قدرنا حطينا معظم الناس في الفيديو، وده لسنه واحده فقط. فان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله هيكون معانا كمان فقرتين حلوين جدا، فقره فيها وصفه صحيه وفقره فيها تزيين، ان شاء الله يعجبكم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض. فاصل دلوقتي بقى. انا بسمي الفقره دي حقيقه فقره الانجازات، لان انا بالنسبه لي انجاز لما بيجي لي ضيف خس كتير وصحته بقت احسن. فالحمد لله احنا معانا النهارده الاستاذه ساهر ابراهيم. حضرتك كنت 102 كيلو واصبحتي 82 كيلو، يعني حضرتك أيوه. خسيتي 20 كيلو على سبع خطوات. ايوه في 5 اشهر. منوراني. الله يخليكي. انا سعيده جدا. ميرسي، ربنا يخليكي. انا حابه نتكلم اكتر، لان احنا شويه وهنشوف كمان فيديو عن كل الناس اللي او معظم الناس اللي خست السنه اللي فاتت على سبع خطوات. كل الانجازات حطيناها في فيديو واحد على قد ما قدرنا. طبعا الحمد لله كان العدد اكبر بكتير، بس على قد ما قدرنا، وده هيتعرض النهارده ان شاء الله. بس حابه ان انا اعرف الاول عن حضرتك، احكي لي بقى. والله حضرتك انا متابعه حضرتك من اول حضرتك ظهرتي وقلتي على 10 خطوات بتوع الرجيم في الاول، اللي هم كانوا اسلوب حياه يعتبروا. أيوة. يعني بعد الاكل الشاي بالليمون، بالليل الزبادي بالليمون، ما فيش بكى بعد الاكل غير بساعتين، يعني كان اسلوب حياه. كان جسمي معقول، كنت كويسه يعني. جه بقى الحظر بتاع الكورونا وقعده البيت بقى والاكل بوظت الدنيا، خربت الدنيا يعني. ابتدينا بقى ناكل كل حاجه. ابتدينا ناكل بقى وخربنا الدنيا بقى فيها بالظبط. واكتئاب بقى بسبب طبعا الكورونا ومش عارف ايه، فالوزن زاد وده اثر على ظهري واثر على رقبتي. فكل ما اروح للدكتور يقول لي رجيم بس. فابتديت بقى بالسبع خطوات. عندي انا اصلا كمان عندي سكر وعندي ضربات قلب سريعه. فابتديت بقى بالسبع خطوات، وابتديت بقى يعني كل ساعتين ساعتين ونص ثلاث ساعات اخد وجبه.
وجبه صغيره ما تعليش سكر الدم. وشرايح الخبز المشبعه والزبادي بالليمون طبعا بالليل. وبعدين بقى يعتبر كمان من الساعه 8 بصوم للساعه 8 الصبح، يعتبر صيام متقطع كمان. صح. يعتبر 12 ساعه، فهو ده ساعدني قوي اني انزل من 102 ل 82 في 5 اشهر. حلو قوي. يعني نزلتي اكتر من ما كنتي قبل بدون ممارسه رياضه. لان يعني ظهري مأثر على رجلي، مش قادره امشي، مش قادره اعمل مجهود. ده بالعكس، انا ما بعملش مجهود حتى في البيت. ايوه، يعني المجهود قليل جدا، فيعتبر كويس الحمد لله بدون ممارسه رياضه. فالحمد لله، الحمد لله، يعني يعتبر انجاز، الحمد لله انجزته. وطبعا بركه لحضرتك. انا سعيده جدا بجد. الله يخليك. ويعني حابه اعرف برضو في البيت عندك زوج حضرتك واولادك؟ لا، ده زوجي هو اللي بيساندني. هو ما كانش متخيل ان انا ممكن يبقى عندي الاراده اني انزل ده كله. يقول لي طب احنا بس ننزل ل90 وكفايه كده. قلت له ماشي ان شاء الله. فلما نزلت عارفه مش مصدق، يعني هو مش متخيل ابدا ان انا بالمنظر يعني فاضل لك 2 كيلو ونص وتكسري ال80 وتبقي حاجه و70 كيلو. ايوه، لا ناويه ان شاء الله، ناويه ان شاء الله. ده قريبه جدا ان شاء الله. لا ناويه، عشان يعني لو في رمضان الواحد لخبط سنه يبقى الوزن كويس برضه، يبقى معقول ان شاء الله. وانا واثقه لما هتخشي على ال70 هتروحي مكمله وواصله لاول. لا هو الحمد لله دام الاراده موجوده، الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. البركه في حضرتك. طبعا حضرتك ليك دور كبير قوي، يعني عرفتينا حاجات كتير ما كناش عارفينها. الحمد يا ريت حضرتك ظهرتي من زمان. الحمد لله. يا ربنا يخليك. طيب ايه رايك لو نتفرج مع بعض على الفيديو ونرجع بعد الفيديو نتكلم عنه حب؟ يلا بينا نشوف الفيديو. دلوقتي بقى معانا ايمان سيد، وهي من حلوان. وخست كام كيلو يا ايمان؟ 29. عديت كمان 29. معانا ريهام، خست 9 كيلو على 7 خطوات. انت خستيهم في قد ايه؟ حوالي 9 اشهر او 8 اشهر كده. كان وزني 67 ومشيت بقى على 7 خطوات فلغايه ما وصلت ل 58 كيلو. معانا الاستاذه شيماء يحيى، والحمد لله في 4 شهور تقريبا او 5 شهور بالكتير كنت نزلت ال 30 كيلو. معانا بقى دلوقتي نموذج ناجح من نماذج السبع خطوات، خس 10 كيلو على 7 خطوات والمره دي راجل. انت خسيت من 85 بقيت 75. مظبوط. واصلا طولك 1.73 صح كده؟ صح. فانت فعلا كنت زياده 10 كيلو، وانت دلوقتي ما شاء الله شايفه وزن مظبوط ومثالي. بالظبط. احنا دلوقتي بقى معانا امل. امل خست على 7 خطوات 15 كيلو. اهلا بيكي يا اهلا بيكي. انت خسيتيهم في قد ايه تقريبا؟ يعني هو حوالي تقريبا سنه، لان انا جيت في الوزن من 65 ل 60، دي كان الموضوع عندي صعب جدا. ما هو ده بقى، هو ده. قبل بصي ما اسمعك ومن قبل ما نتكلم فعلا في اي حاجه انا كنت واثقه من النقطه. انا قعدت كتير قوي من 65 ل 60 اطلع وانزل اطلع وانزل، دي كان عندي الموضوع صعب. مجرد ما وصلت لل 60 ونزلت 59 حاسه ان الموضوع بقى سهل شويه. دلوقتي نرحب بغاده سعد. اهلا بيكي. انت خسيتي 20 كيلو صح؟ في قد ايه بالظبط؟ هو في سنه واشهر بسيطه، يعني بتاع سنه وشهر او حاجه. فاتن جايه النهارده خاسه 27 كيلو على 7 خطوات، كانت 90 وبقت 63. اهلا بيكي. عملت حبيت الموضوع وتابعتك يا سالي، نزلت قلت بقى حطيت الامل قدامي، قلت لا لازم انزل ولازم اشوف حياه وكده. اول ما بدات بالصيام المتقطع. 7 خطوات بتوعك فظاع صراحه. طب الحمد لله. جربتيها؟ ايوه ومشي معاكي بالظبط. خسيتي قد ايه؟ خسيت 6 كيلو. ودلوقتي نرحب بولاء شكري. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منوراني. الله يخليك. انت خسيتي 41 كيلو على 7 خطوات. ان شاء الله. انت تنصحي ناس بايه بقى اللي بتتفرج عليكي دلوقتي؟ انصحهم ان هم يخلوا بالهم من صحتهم، الصحه دي اهم شيء، وان هم ياكلوا اكل صحي عامه. الناس اللي بتعاني من الوزن الزايد وكده يتعلموا ويمشوا على 7 خطوات، هتفرق بجد جدا. انا اتعلمت اول حاجه من التجربه بتاعتي ان انا المفروض اكل صح، واعرف ايه اللي بيتعمل قبل الاكل وايه اللي بعد الاكل وايه اللي ما يتعملش وايه الصح اللي على صحتي وايه الغلط اللي على صحتي. فكل دي هتنفعهم، وحته ان انا دلوقتي اتحرك براحتي دي حاجه ممتعه بصراحه. انا والله يعني انا حتى مع جيراني وفي البيت واي حد بقابله بقول له بعد السبع خطوات يعني ما تفكرش في حاجه تاني. بعد اكلات الشيف سالي يعني اللي هي الدايت وكده بصراحه اختراع فرق في حياتي، بنصح اي حد يعمله بجد. يعني كان في بيشجعوني كتير وفي بيقولوا لي كفايه لا مش هتقدري ترجعي اقوى من الاول، بس انا الحمد لله التحدي ربنا اعطيني القوه. ثم حضرتك برضو كنت دعم ليا
وجوزي طبعا هو كان سند ليا في الموضوع ده جامد. واول حاجه بس بشجع ان الناس تعمل حط العزيمه قدامها عشان تلاقي حياه سعيده وحاجات حلوه عشان بعد كده تبقى عايشه حياتها حلوه. يوم المشروبات ده بالنسبه لي سحر، بتفرق جدا. بيفرق جدا، انا بحب اعمله يومين ورا بعض، بس حضرتك قلتي ما ينفعش، بس هو فظيع بالنسبه لي يعني لازم. خلينا نشوف الصور قبل وبعد. لا ما شاء الله بجد. كنت تيتا يا جماعه، بصوا بجد باين هنا جدا بقى. مش ممكن. احساسك ايه انك خسيتي؟ احساس كويس جدا الحمد لله، عندي ثقه بنفسي، بقيت اقدر امشي، ما كنتش بمشي خالص، وبقيت اعمل رياضه، وما بقدرش استغنى الوقت عن الرياضه خالص. تحسي حتى الانسان لما بيخس بيصغر يعني. طبعا ربنا يجازيكي خير، غيرتي في حياه بني ادمين كتير بجد. الحمد لله. وناس كتير بتدعي لك والله فعلا يعني، فهي اراده وان احنا نمشي صح. مش خسيت عضلات او اللي هو الكتله العضليه قلت، لا الدهون هي اللي قلت، عشان كنت بحافظ على اللي هو اقلل من الدهون وازود في البروتين. حاسس نشاطك فرق للاحسن ولا لا؟ وتركيزك؟ لا اكيد 180 درجه. ايوه شايفين؟ لا لا تحسي انك انسان تاني. يعني انا كنت من نوع اكل اقوم اشرب ميه، عندي فاكهه اقوم اكل فاكهه، مش فارق ميعاد، مش فارق وقت، مش فارق اي حاجه خالص. دلوقتي لا، انا عرفت ده امتى وده امتى وده امتى وماشي عليه. واكيد كنت بتاكلي حاجات محمره كتير جدا. ده انا بموت في البطاطس المحمره والحاجات الكتير. يا نهار ابيض. دلوقتي لا، وبموت في المعجنات دلوقتي لا، كله خلاص بقى لما يجيني نفسي اكلها. انما وقت ما بدات قللت كل حاجه. ما شاء الله. لا يعني فعلا فرق كبير. ببقى نايمه مبسوطه من النوم، ببقى نايمه مبسوطه يعني، ببقى بتحرك وانا مرتاحه نفسيا، فدي حاجه بصراحه يعني. الحمد لله. بصراحه يعني الحمد لله بفضل الله يعني ثم حضرتك. بصوا الصوره فعلا فعلا فرق فرق فرق. انسان تاني يعني، يعني 50 كيلو ده انسان تاني الحمد لله. فقررت ان انا اعمل السبع خطوات. في الاول الفكره بان العيش ده هعمله ازاي، وفعلا لقيت المكونات بتاعته وعملته، مشبع جدا فعلا، ما بقدرش استغنى عنه في شنطتي على طول حتى وانا طالعه في اي مكان. فعلا هو سحر. بصوا شايفين الفرق؟ لا الفرق طبعا. انت هنا شكلك وانت مليانه اكبر سنا كتير كمان بجد. يعني بشكرك جدا ان انت شجعتينا ان نلبس حاجات ونعيش حياه سعيده ونعمل دايت صحي. الحمد لله. مش نستعمل اي ادويه. ايوه لا 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 شكلي باين جدا 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 يعني. هنا انت عامله زي الحاجه يعني، الحاجه كده ندى يعني، مش ندى الصغنونه اللي معانا دلوقتي. تمام. لا في فرق طبعا. ايوه ما شاء الله. اكيد احساس مختلف. احكي لي انت احساسك ايه لما خسيتي كده؟ لا اتغير. انا ناس بيشوفوني في الشارع بيقول لي انت اكيد عامله حاجه يعني، واخده برشام وعامله عمليات. مش متخيلين انا كده خاسه يعني من قله الاكل بس. طب الحمد لله. طيب واللبس وكده؟ لا الحمد لله، انا كنت راميه لبس كتير الحمد لله، كله ده بلبسه وبيبقى واسع كمان عليا. طيب وصحيا؟ لا فرقت كتير، بقدر اطلع بقدر انزل. الاول لما كنت حتى يعني عندي بنتي اوديها الحضانه ولا كده لازم اتصل باختي، تعالي خديها تعالي، عشان مش قادره اروح، مش قادره اجي، مش قادره اطلع. متخيله الحمد لله دلوقتي بقدر اطلع وانزل واروح واجي. الموضوع كان سهل؟ سبع خطوات كان سهل؟ سهل جدا بالنسبه لي. انا اصلا ما بفكر، بس لما ابعد عن السبع خطوات وسبتهم بخش في اكتئاب وبتعب جدا. لا بجد الموضوع بيفرق، بس بعامل نفسي وكل حاجه الحمد لله. يعني اول ما ببدا في السبع خطوات كده تحسي بنشاط وحيويه، ما كنت واكله اكل خفيف صحي غير الاكل التاني بجد. انا يعني الحقيقه انا اول مره كنت اشوف، هو الاعداد عندي هم اللي عملوا الفيديو، واول مره اشوفه. لا بصراحه ما شاء الله، يا ريتك زرتي في حياتنا من زمان على فكره، يعني كنت هتفرق معانا جامد كتير. الحمد لله. انا يعني بالنسبه لي انجاز كبير الحمد لله. معقوله؟ والله حقيقي بالنسبه لي مش عارفه اتكلم. انجاز كبير جدا لما اشوف قدامي الناس. الحمد لله. انا بشكرك جدا، نورتي. ربنا يخليك، متشكره. معلش نطلع فاصل.
اهلا بيكم معانا من الفاصل. انا بعتذر جدا على اني قطعت فجاه، بس حقيقة الفيديو فعلا اثر فيا جدا وحسيت باحساس يعني فعلا مش قادره اوصفه، فانا بعتذر تاني. فعلا كلام راح خالص و يعني ما عرفتش ان انا اختم يعني بشكل احسن. ف الحقيقه انا دلوقتي حابه اعمل معاكم وصفه صحيه مناسبه جدا للسبع خطوات. تعالوا نشوف شكلها علشان نبقى عارفين هنعمل ايه. هنعمل كيكه مع بعض بالشوفان وصحيه جدا مناسبه للسبع خطوات للناس اللي عايزه تهتم بصحتها وعايزه تخس وتعمل لايف ستايل حلو زي الفيديو اللي شفناه من شويه. تقدر تاكل من الوصفات دي طبعا. لما بنيجي ناكل منها برضو بناكل كميات معقوله، مش بنكتر منها، بس ميزتها ان هي مش بترفع معانا سكر الدم. تمام، هي بالتفاح، والتفاح من الحاجات برضو الصحيه جدا، والقرفه بتظبط معانا سكر الدم. هقول لكم على المقادير. معانا لكيكه الشوفان اللي بالتفاح نص كوبايه حليب يعني 100 ملي، وللناس اللي عندها مشكله من الحليب تقدر تحط حليب جوز هند مثلا او حليب لوز او حليب شوفان. عندنا نص كوبايه زبده سايله 100 ملي، يفضل زبده عشان الزبده بتساعد على تماسك الوصفه عشان ما تفرولش مننا. ولكن للناس الصايمه مثلا تقدر تحط برضو بدائل، يعني مثلا لو حطينا زيت نبقى عارفين هتفرول شويه، لو حطينا زبده نباتي هتمسك معانا شويه. معانا 4 معالق كبار سكر دايت، طبعا من الانواع اللي هي زي ستيفيا بتستحمل الفرن وفي نفس الوقت طبيعيه. معانا 2 بيضتين فانيليا، رشه ملح، رشه قرفه، دايما القرفه حلوه قوي بتظبط معانا سكر الدم. ومعانا 2 كوباية دقيق شوفان يعني 200 جرام، تقدروا تجيبوا الشوفان الكامل وتطحنوه في البيت يبقى دقيق. معانا 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقه صغيره بيكنج صودا، وللواجهه تفاح شرايح بس نكون مقشرينه عشان يتقطع بطريقه اسهل. وصفه سهله وبسيطه، حتى لو فيها شويه الدسم فهم قليلين مش كتار، واحنا مهم جدا لجسمنا ان احنا ناخد برضو شويه دسم لانه بيساعد على امتصاص فيتامينز مهمه زي A D E و K. من غيرهم، من غير الدسم الفيتامينز دي الجسم مش هيمتصها، من غير الدسم الجسم مش هيبقى فيه توازن. لازم ناكل حاجات متوازنه، ولكن الكميه هي اللي بتفرق معانا. يعني ما ناكلش كميات كبيره، ساعتها بنزود جدا من السعرات. ناكل من كل حاجه بشكل متوازن ولكن كميات تكون صغيره، ونكون كمان مهتمين بالكواليتي النوعيه. يعني مثلا ان انا استخدم دقيق شوفان احسن من دقيق الابيض كتير جدا، تمام، عشان ما ينفعش معانا سكر الدم. طيب هنبتدي ان احنا نحط اول حاجه معانا البيض. كل السوائل معايا والحليب وسكر الدايت والفانيليا ورشة الملح والقرفة، ونحط برضو الزبدة السايلة معانا. الزبده بتفرق في انها بعد كده بتساعد على تماسك الوصفه زي ما قلت عن الزيت. الزيت بتخلي الكيك الشوفان بيفرول، ولكن الزبده بتساعد على انها بعد كده لما تسقع تمسك معايا. تمام، هنضرب بقى دول الاول. بنكون مسخنين الفرن على 180 درجه. تمام، حلو قوي. ببتدي بقى اجيب دقيق الشوفان احط عليه البيكنج باودر والبيكنج صودا ونقلبهم سوا وينزل كده. معانا تليفون ام جمال. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. ماشي يا حبيبتي، عايزه اسالك سؤالين معلش. اتفضلي. بالنسبه للكوارع اللي حضرتك انت قلتي عليها دي تنفع علينا للسبع خطوات؟ ده سؤال. بالنسبه لايه معلش تاني؟ بالنسبه للكوارع اللي حضرتك انت قلتي عليها كلوها. ايوه الكوارع اللي عملناها امبارح. ايوه طبعا ينفع طبعا. بس الكميات ما تاخديش كميات كبيره بولا.
طيب بالنسبه بقى للبطاطا، انت حضرتك برضو اتكلمتي على البطاطا. ايوه اخد منها برضو ايه كوجبه تتاخد لوحدها، وحلو قوي لو غسلتي قشرتها كويس تاكليها بقشرتها بعد ما تستوي، ما بترفعش سكر الدم ومفيده جدا. كويس قوي كده، كويس كده، ربنا يخليك يا رب. والله انت الفضل لله ثم ليك الحمد لله. حبيبتي ونعمه بالله، الحمد لله. شكرا على المكالمه. عندي 66 سنه والحمد لله، نزلت برضو حبه كتار. طب الحمد لله يا حبيبتي، الف مبروك. انا كنت 112 بقيت دلوقتي 70. ما شاء الله، ده حبه كتار قوي. طب تيجي معايا في حلقه؟ ربنا يسهل. انا اتمنى والله وحد يطول يبقى مع حضرتك. يا حبيبتي ده انا ليا الشرف والله. طب ما تقفليش وايريني هتاخد رقمك. شكرا على المكالمه الحلوه دي، والله انا ليا الشرف بجد. حتى مدام ساهر اللي كانت لسه معانا دلوقتي برضو عندها 57 سنه وجده، وما شاء الله زي ما شفت خست 20 كيلو، فالحمد لله. اهم حاجه عندي مع الخسسان هو الصحه، انكم تكونوا في صحه احسن عشان جسمكم كده يقدر لاخر لحظه تكونوا على رجليكم، وده اهم حاجه عندي. طيب نكمل بقى نضرب. احنا حطينا دي شوفان وعليه البيكنج باودر والبيكنج صودا، ونضرب بقى اخر حاجه.
الرصة دي بتبقى ظريفة. لو حابين بقى يبقى مقلوب يبقى بتحطوا التفاح من تحت، وبرضو مجهزين نسخة تكون مقلوبة علشان تشوفوا شكلها لو مقلوب او مش مقلوب، تقدروا ايه تختاروا الحب الشكل اللي انتوا حابينه. تمام، نقفل بس الحتة اللي في النص دي، دايما الحاجات بتفاح بشكلها جميل جدا. اهو بصوا شكلها عامل ازاي. نبتدي بقى نحطها جوه الفرن على 180 درجة لغاية ما نلاقي الكيكة استوت معانا. تعالوا بقى شكلها بيكون عامل كده. بعد ما بتخرج من الفرن بتكون نفشت شوية، بتجربوا بخلة اسنان لازم تكون استوت من جوه، وبعد كده بتقطعوها وتاكلوها. تقدر تاكلوها دافية بس بتفرفت ساعتها شوية، يعني تخلوا بالكم تبرد الأول قبل ما تقطعوها علشان تتقطع القطعة بقطعتها. تمام، وخلوا بالكم انتوا بتحطوا الشوفان ما تحطوش بسرعة، بس انا ببقى دايما واثقة من مقاديري فعشان كده راح تدلقيها على طول. ولكن يمكن بس زادت شوية مع الشيف التحضيري فحطيت الدقيق زاد شوية، ففي الحالة دي بنحلها زي ما انا حليتها كده، بتتحول لفطيرة بدل ما بتبقى كيكة، بتبقى يعني ماسكة شوية. خلاص احنا كده خلصنا، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. طبعا مناسبة جدا للسبع خطوات، مناسبة جدا لمرضى السكر. اهم حاجة قطعة واحدة مع الشاي بتاعنا مع قهوتنا، ما نكترش ويبقى بالنهار مش بعد المغرب، لان احنا بعد المغرب ما بناكلش نشويات في السبع خطوات. تمام كده، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اتمنى تكونوا لحقتوا صورتوا السبع خطوات من على الشاشه. احنا كان الفقرات اللي فاتت كلها بقى السبع خطوات وعن النظام الصحي والدايت ووصفات الصحيه. دلوقتي بقى عشان انا عندي كمان محبين تزيين وناس كتير الحمد لله طلعت كمان بمشاريع من البرنامج
وابتدت تزين وتعمل حاجات حلوه. فاحنا النهارده بقى معانا واحده بقى لها 12 سنه في التزيين وهتعلمكم حاجات حلوه جدا ان شاء الله. معانا الاستاذه ريهام حسان، وحضرتك هتقدمي لنا تورته 20 سنه، سنه 2022 صح كده؟ صح كده. منوراني. ميرسي، اهلا ربنا بيك. يخليكي. اهلا بيكي، ربنا يخليكي. حضرتك بقالك زمن في التزيين. بقالي 12 سنه. احكي لي الموضوع ابتدى ازاي؟ كنت في السعوديه، والموضوع بدا ان انا كنت انا وواحده صاحبتي وقررنا نروح ناخد كورس في ويلتون، وبدا الموضوع بالطريقه ديت. بدات في ويلتون، خدت 3 ليفلز، وبدات بقى اشتغل من البيت واعمل سيرش وادور واشوف. تمام. وبعد كده بقيتي تسافري من بلد لبلد وتكملي بقى موضوع التزيين صح كده؟ تمام. طبعا بياخد وقت من كل بلد لبلد، بياخد وقت ان انت تبوش يور ورك او تبوش البيج بتاعتك، انك تعرفي الناس يعرفوكي، تبداي تمانج البيج بتاعتك وكده. بس الحمد لله السفريات دي كانت على اساس جوز حضرتك كان عشان شغله وكده كان بيسافر كتير. بالظبط بالظبط. بس كنتي بتنظمي حياتك بانك اي بلد بتظبطي حياتك وتقدري تعملي برضو الحلويات والتزيين وتبيعيها بقى اونلاين. بالظبط. حلو قوي. بالظبط. النهارده بقى هتورينا ايه؟ ورينا، اتفضلي. هو احنا هنعمل تورته للنيو يير، هنحط عليها هي زي ديت بالظبط. تمام. خلينا نشوف اللي هي الجاهزه علشان تقدروا تتخيلوا برضو الجاهزه شكلها ايه. حضرتك مش جايبه بس تورته، لا ده في كب كيك وفي كمان كيك بوبس. حلو قوي. بصوا الجمال، رقيقه جدا وعلى فكره بسيطه، مش صعبه خالص، بس شكلها تفاصيلها كتير، بس هي بسيطه جدا جدا وشيك قوي بصراحه. فعلا تسلم ايدك، حلو قوي. فاحنا هنبدا نحط الاشكال دلوقتي على التورته. هي الكور ديت يعني انا بفضل انها تكون شوكليت، يعني ما بحب احس ان لو اتعملت كوره فوندنت بتبقى تقيله على الكيك وبتبقى تقيله ان حد ياكلها، فالاحسن والافضل ان هي تبقى كيكه كور شوكليت، اللي هو الشوكليت اللي هي بالكيك لا بتبقى شوكليت بتتسيح في القوالب ديت، واول ما بتبدا تجمد ببدا الزقهم في بعض والونها اي لون انا عايزاه. تمام. حتى بتبقى متماسكه اكتر. بتبقى متماسكه وفي نفس الوقت بتبقى خفيفه وشكلها مدور وكويس على الكيك. تمام. بس خلينا نعرض الصور يا داغر بعدين، يعني نشوف الاول التورته دي بما ان احنا شفناها، وبعدين نشوف بقى شغلها التاني، عندها صور حلوه هنشوفها ان شاء الله. اوكي. يلا بينا. فاحنا دلوقتي هنبدا ناخد مثلا الدبدوب، هنبدا نحطه في الاول. طب عشان بصي تعرفي تحطي لاتجاه الكاميرا. اوكي. بالظبط. هنبدا نظبط ان اول حاجه هتبقى الدبدوب، لان هو دوت المين بتاع التورته. تمام. فلازم حضرتك عاملاه برضو صح؟ ده كله معمول، بس انا هحولها شويه لان عشان نحط الكريسماس تري على الاول انها تتظبط. ديت بتتلزق عادي بميه، هي اوريدي معموله فبتتلزق بس بميه عشان تقدر تمسك على التورته. ميه او ميه بشويه سكر بودره صح كده؟ هو انا بستعمل ميه بس، يعني ما بحبش حاجات تانية، بحس انها ايه ما تبوظي او ما يحصلش حاجه او كده. تمام. بس اللي فيها بقى اكتر عشان الكاميرا تشوف، هي عجينه السكر متقطعه على شكل كريسمس تري او شجره الكريسماس، ولزقتها بميه على الكيك على التورته. هناخد الكور برضو بحبه ميه صغيرين. طبعا التورته متغلفه بعجينه سكر، باكد بس على الناس عشان ايه يبقوا عارفين دي مش متغلفه. بعجينه سكر بس. وبتغلفي الكيك نفسه بايه؟ بالباتر كريم. زبده. كريمه زبده. كريمه زبده مش بالجناش. لا لا مش بجناش، نادرا لما بتبقى جناش، يعني لو حد طلب ان هو عايزها جناش او كده ف بحط له جناش. طيب خلينا برضو واحده واحده. احنا قلنا الكور دي اتعملت ازاي؟ بالشوكليت. ده بالشوكليت، بسيح شوكليت بيتحط فيه شوكولاته. اوكي. واتنين بعد كده بعد ما يسقعوا بيلزقوا في بعض بيبقوا ايه؟ كوره. بس على اي حاجه على النار تسخن بنبدا نسيح حرف بتاع الشوكليت من هنا ونلزقهم في بعض ونسيبها تنشف خالص، وبعد كده بنلونها باي لون تاني احنا محتاجينه. ده بالداست على طول لزق عليه؟ بالداست. بالداست يعني ما حطيتيش لا عجينه سكر ولا اي حاجه عليه؟ لا لا خالص، هو الداست. تمام. وبعد كده الداست الغذائي. بعد كده هنبدا ناخد الاشكال بتاعتنا. الاشكال دي عملتيها ازاي؟ الاشكال ديت عباره عن قطعات عاديه جدا،
وفيها ستامب من هنا. فلما بتتقطع بعمل بالستامب كده اهوت، بيديني الشكل اللي هو بتاع السنو فليكس. تمام، بس هي قطعات قطعات. طيب وري الكاميرا. بصي ايوه، وقفي كده ايديكي بالظبط كده بالظبط، قطعه والستامب بتاعها، فبيدينا الشكل دوت يعني. الستامب ايوه ثبتي. الستامب ده اللي هو اللي بيطبع الشكل الداخلي، بيطبع الشكل الداخلي على البسكوت. بالظبط بالظبط. يعني ده بسكوت ولا عجينه سكر؟ لا لا، فوندنت، عجينه سكر. سكر، عجينه سكر. من الشفاه بالظبط، لان لو بسكوت هيبقى تقيل قوي برضو، وممكن ما يثبتش بالطريقه ديت، او ما يبقاش جامد، ان هو ما يعني ممكن يقع. البسكوت بيبقى محتاج مثلا يتحط تحت، لان فوق هيبقى تقيل على التورته. تمام. طيب لو معاكي عجينه سكر ممكن نشوف. نشوف الدواء واحده كده لو تعملها، بحيث ايه تقدر تتخيله برضو. هي طبعا وانا شايفه كله برضو مدهون بالايه، بالدست. بالدست بالظبط. احنا الاول بنسيح، بنطري شويه عجينه السكر معانا عشان تبقى طريه، بس هي طبعا لقطت شويه من اللون الذهبي. مش مشكله، هي كده كده هتطلع. ولازم يبقى في نشا عشان اللي هو ما يلزقش على ال، ايوه على الرخام. بس انا ملاحظه حضرتك رفيعه جدا، يعني ما بتاكليش من الحلويات دي خالص؟ دايما بتسال السؤال ده. هو انا باكل منها، بس هو انا يعني مش كتير، ما باكلش كتير يعني. اوكي، يعني طول عمرك رفيعه طول ولا محافظه؟ لا لا، طول عمري رفيعه اصلا. بس احنا بنحاول نخليها مش تخينه ومش رفيعه بس، وبرده بنحاول ان هو نحط حاجه بسيطه فوق عشان لما نستعمل الستامب ما يلزقش فيها. لا ولا يهمك. فبناخد كده برضو ايه، بضرتها بالنشا علشان ما يلزقش فيها القطاع. بنحاول نفرغها كويس من الجناب بحيث انها تكون خلاص اتشالت. تمام. وبعد كده بقى تنزل، بعد كده بننزل بالستام، تضغط بقى، نضغط عليه شويه. بالظبط. بحيث تلقط الشكل اللي هو بقى الشكل السنو فليكس دي، اللي بالزبط. هو الرسمه اللي عليه بالظبط، ولقط معانا الشكل. ثبتي بقى للكاميرا زي ما كنت ماسكه القطاعه. ايوه بالظبط، بصوا بقى ثبتي. ايوه تمام. اوكي، بس بتحطي امتى بقى اللي فيها العمود ده علشان بس تنشف شويه؟ يعني انا ممكن العمود دوت، يا اما ممكن نعمل اتنين ونلزقهم في بعض والعمود بيبقى في وسطيهم، يا اما ممكن واحده بس انها ما تبقاش تخينه، ده في حاله انها نشفت. بنلزقه برده بميه من ورا ونحطه كده اهو على التورته. اوكي بس. طيب. وبرده نفس الطريقه بالنسبه للستار ديت، اتعملت برده نفس الطريقه بقطعه هي قطعتين، ان هو نفس شكل الستار بس واحده اصغر من جوه، بحيث ان احنا نفرغها بالطريقه دي. تمام. بس برده، وطبعا مش هنوريكم الدست لما بيتحط اللي هو الذهبي ده، يعني اظن انا يعني عملته كتير قوي فزهقتكم منه، فانتوا شفتوه كتير مش محتاجين تشوفوا ده. ده بيتجاب طبعا من عند المحلات، اللي بتبيع ادوات الحلويات. بالظبط. دايما لما تعملي لفي بقى عشان الناس تلحق تشوف. ايوه كده 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 بالظبط. وهنحط، عشان هي لازم تحط الحاجه دي غير فهي مش هتشوف، لازم الواحد يحطها قدامه. في حاجات ينفع الواحد يحطها وشايف، وفي يعني حاجات لازم تشوف. بس احط بالظبط الحروف برضو والارقام برضو بالقطاعات، بتتعمل بقطاعات برضو ليها قطاعه. بالظبط، يعني كل حاجه ليها قطاعه برضو بميه ويتلزق على التورته. انا شايفه بقى معاكي كور صغنونه كده، دي ايه، شوكولاته اصلا اللي هي لا الجاهزه؟ لا، دي اللي هي السبرينكلز، سبرينكلز جاهزه، فانا بطلبها يا اما تكون مثلا اي واتيفر اللون اللي انا محتاجاه، بطلب منه اللي انا عايزاه. لا حضرتك تقصدي الزغنونه خالص، انا اقصد بقى دي اللي هي الوسط دي.
دي برضو بتبقى زي كريسب بسكوت كريسب. هو ما فيش مولدات بصراحه الحجم الصغنن دوت، فطبعا بتبقى زي بسكوت كريسب، وبرضو بتبقى من محلات ال لا في بيتباع برضو بس الحجم ده بس انا جبته من المانيا. بس بيطلع كوره كوره يعني هي بتخش مجوفه كده بتنزلي فيها الشوكولاته بتاخد شكل التدويره من جوه، وبعدين هي عشان سيليكون فبتطلعيها بقى كلها بتطلع لك كوره كامله. هنحط بقى السبرينكلز، فاحنا نحاول نبل شويه، بس هو دوت مش هيبقى باين، بس هو هنحاول نبل لان السبرينكلز رفيعه بحيث ان احنا نقدر. ولادك بقى مين اكتر حد طالع لك؟ بنتي الوسطانيه. انت عندك؟ عندي ثلاثة ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك. بنات كلهم؟ لا بنتين وولد. تمام. هو ما لزقش كويس، مش مشكلة، هو في بس رقم وقع. ما انا خدت بالي. هو انا لا تسلم ايدك جميلة جدا جدا. بتعملوا بقى كل المناسبات اكيد في البيت وكل التورت والحاجات بتعملوها في البيت، مش بتحتاجوا بقى انكم تشتروا اي حاجة من بره؟ بالظبط بالظبط بالظبط. والتورته بتاخد منك وقت قد ايه؟ في يعني بعجينه السكر اللي هي بيبقى فيها اشكال ديت بتاخد 4-5 ايام عقبال ما الاشكال بتنشف، وقبل مثلا لان لازم التورته بتتحط في الثلاجه شويه عشان كريمه الزبده تجمد، عشان اقدر ان انا اغلف عجينه السكر عليها تبقى مظبوطه او انها مش معوجه. واهم حاجه برضو ان الحاجه تبقى كويسه والكواليتي بتاعتها كويسه عشان الشكل يطلع حلو. اكيد. بس حصل ان في بلد من البلاد اللي كنت فيها ما لقيتيش مثلا خامات؟ يعني باخد وقت كتير عقبال ما ابدا ادور. يعني في ماليزيا طبعا في الاول اخدت وقت كتير عقبال ما قدرت ان انا اوصل لمحلات بتبيع الخامات بتاعت الكيكس او كده، او انا الاقي كل حاجه بسهوله. بس الحمد لله وصلت لهم، يعني فضلت ادور لغايه ما وصلت الحمد لله. بس ده شيء جميل جدا، حضرتك نورتيني. ربنا عندك اي احلام نفسك تحققيها؟ هو نفسي افتح ماي اون بيكري، يعني هو ده مخبز. اوكي. لا ان شاء الله. بس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نورتيني جدا وانا مبسوطه ان انا معاكي. حبيبتي جدا، ربنا يخليكي. شكرا. بتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا كده. انا رايي ده غير كده تجيب التورته بقى تاني كده بدقه كده، وال كيك بوبس الصغننين دول اللي محطوطين قدامهم، والكيك والكب كيك. ايوه عشان نشوف التفاصيل الرائعه. طبعا لزق الكور الصغنونه بقى والحاجات دي بتاخد وقت. هو الواحد برده لما بيبقى قاعد في البيت بيشتغل بالراحه كده اهوت، الحاجه بتطلع مظبوطه اكتر. بالظبط. والكب كيك بقى كمان عشان بعدها نشوف بقى الصور كمان، كب كيك والكيك بوبس. لو ماشي حاضر، اول ما نخلص الكيك بوبس كمان بعد الكب كيك اللي هي اللي قدام خالص بقى، اللي قدام خالص اخر حاجه قبل ما نروح على الصور. ايوه بصوا جميله قوي الحاجات اللي بتتعمل عليها بالذهبي دي، فظيعه بتدي شكل تاني خالص. فعلا بتنقلها نقله كده. تمام نشوف بقى الصور والتورت، يلا بينا. دي اول واحده عملتيها في حياتك الصوره دي؟ اللي هي مكتوب عليها لاف يو، دي كانت اول حاجه خالص عملتها. اوكي. دي كانت ودي اخر حاجه. دي كانت اللي هو من 12 سنه، وتورته الخطوبه دي بقى اخر حاجه خالص يعني. اوكي. شو التطور؟ التطور بالظبط. احكي لنا. دي اليونيكورن برضو كلها فوندنت، وبرضو شغل بالذهبي، والحاجه برضو لازم تنشف. دي امانجس شخصيات، دي كلها بالباتر كريم الرسم يعني. دي كلها من كريمه الزبده ما فيهاش عجينه، ده شغل نايف بالسكينه. تمام. لا بجد تسلم ايدك، حاجات جميله قوي.
بالتوفيق يا رب. ميرسي جدا، شكرا، ربنا يخليكي. ميرسي جدا، ربنا يخليكي. اشوفكم انتوا بقى ان شاء الله على خير بكره في حلقه جديده باذن الله، باذن الله، باذن الله، بدون مقاطعه، باذن الله. في مفاجاه كبيره بكره ان شاء الله تتحقق. اشوفكم بكره على خير.